الرجاء على اي يعني المجموعه تاهل اني بانيجيري ب 14 نقطه والهلال 8 نقاط، واش هاد جوج فرق تستحق التاهل للدور نصف النهائي على حساب كوتون سبور وعلى حساب الرجاء؟ وهذه المباراة كتبقى تحصيل حاصل، ولكن إذا شفنا المجموعة من قبل ما نشوف المباريات، أنا كنت كنرشح فريق الرجاء البيضاوي والفريق الجزائري، نعم ولكن في أرض الواقع كانت مشاكل اللي أصابت فريق الرجاء البيضاوي، كذلك مشاكل في الفريق الجزائري اللي استغلوها فريق إنيمبا وفريق الهلال السوداني اللي كانوا هما اللي بلي فور في هذا الجروب. نعم غادي نستمعوا الآن لتصريحات بعد هذه المواجهة، تصريحات اللي استقاها لنا الزميل عبد الصمد داوود شيبة وسفيان جريد. هناك مشاكل كبيرة، لاعبنا تحت ضغط كبير، لاعبون غير قادرين على الأداء الجيد، لم تسعفنا المحاولات في أن تتحول إلى أهداف، أكيد بأنه مقابلة كانت صعبة وكانت ضغط كبير. نصف النهاية سنلعب أمام خصم كبير من العيار الثقيل كالترجي، لنحقق نتيجة إيجابية يجب أن نعمل الكثير والكثير. نعلم جدا أننا أمام رقم واحد المرشح للفوز بعصبة الأبطال. أدينا عزم أن احنا نفوز ونجمع العشرة نقاط أنيمبا وقطن، والحمد لله أنيمبا فاز، وهذه المباراة طبعا احنا عيننا عليها، بس كان تركيزنا في المباراة هذه أن أهم شيء أن احنا ما نخسر وأن احنا يا نفوز أو نتعادل، والحمد لله الله وفقنا وتعادلنا وانتهينا الحمد لله. كنظن على أن الناس عارفين الوضعية هنا في الرجاء، خصنا نتضامنوا كلنا ونعرفوا على ان هذه الوضعيه خصنا نخرجوا منها بلي فيت بوسيبل، ان عندنا دو ماتش لا المغرب الفاسي ولا الجيش الملكي اللي خصنا وماكسيموم خصنا نجمعوا بعض النقاط اللي نفرحوا حتى انا والجمهور ديالنا حتى يرجع للميادين. اني ماشي معقول ان فريق الرجاء البيضاوي بالتاريخ ديالو وب يعني بالماريس الكبير ديالو كتلقى 1000 ديال الجمهور ولا 2000 ديال الجمهور. احنا الحمد لله دخلنا اليوم باش نقدموا واحد اللقاء ان شاء الله باش يعطينا واحد نفوزوا باش يعطينا واحد المعنويات باش ننتصروا ويجي الجمهور بكثره يوم الاربعاء. تنتمنى من الجمهور ديال فرق الرجاء البيضاوي لانه جمهور كبير باش ياتي نهار الاربعاء للملعب ويساندنا، وان شاء الله تنقولوا ليه باننا نقدموا مقابله كبيره وننتصروا ان شاء الله. من دوري ابطال افريقيا الى كاس الاتحاد الافريقي، فريق المغرب الفاسي اللي تمكن من الوصول للدور النصف النهائي بعد الفوز ديالو على فريق موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطيه ب 3-0. المغرب الفاسي اللي قدم عروض قويه خلال طيله هذه المنافسات. سنتابع الان اجواء وكواليس ما قبل مباراه المغرب الفاسي امام ممثل الكره الكونغوليه والمتابعه لزينب لباري بكاميرا هشام السعودي. أنجبت الكثير من نجوم الكرة الذين صالوا وجالوا في الملاعب الوطنية والقارية، لكن الحظ عاندها لسنوات حين غابت الألقاب عن خزانة المغرب الفاسي لمدة طويلة تعود إلى سنة 88-900 تاريخ فوز الفريق بكأس العرش. كان هذا قبل سنوات. المغرب الفاسي ظهر بوجه مغير منذ سنتين، ومعه عاد الإحساس بالانتماء لجماهير الفريق التي حجت بكثرة إلى مركب فاس الجديد لتعاين أبناء الماس وهم يحصدون الأخضر واليابس. الضحية هذه المرة كان موتيما بيمبي الكونغولي، آخر حاجز قبل التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الكاف. جماهير الماس اطلقت العنان لتصريحات متفائلة قبل انطلاق المواجهة. جاي نشجع فريق المغرب الفاسي وان شاء الله باش يحصد على النقط الثلاث. الفريق الاول دابا على المستوى العربي والافريقي ونتمنوا له الفوز، الفوز ان شاء الله غادي يكون عريض. 3-0 ان شاء الله الرحمن الرحيم. الساعة الثانية زوالا وصول فريق المغرب الفاسي إلى الملعب، وكله عزم على الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل. نتمنى الفريق المغرب الفاسي في هذه المباراة باش يعني يتأهل المربع الذهبي، وهذا غيدخل في التاريخ ديال كرة القدم المغربية خصوصا بالنسبة للفريق المغرب الفاسي، وأظن بأنه لما كتلعب كنت تلعب على نقطة واحدة صعبة جدا، فلهذا احنا داخلين على أساس بأننا خصنا ننتصروا باش يمكن نضمنوا التأهل 100% ان شاء الله. شوف الجميع في المباراه ماشي سهله، ففريق الكونغولي جايبه خاسر حتى شي حاجه، جايبه باش يلعب الكره. حنا الحمد لله مركزين على هذه المباراه باش نحققوا الفوز باش نمشيو للنصف النهائي اللي غالي غالي على هذا الجمهور هذا المصاوي ولا المغربي عامه.
مقومات كانت حاضرة لإنجاح هذا العرس الرياضي وأولها الجمهور. اللاعب رقم 12 رسم لوحات بالأصفر والأسود بالمدرجات وردد شعارات ارتفعت وتيرتها مع دخول عناصر المغرب الفاسي إلى أرضية الميدان. انطلقت المباراة على الساعة 3:00، الدقائق 10 الأولى عرفت مدا هجوميا للمغرب الفاسي توج بهدف حمزة برزوق. المدرب الطوسي لم يهدأ له بال طيلة أطوار المواجهة وظل يوجه لاعبيه للمزيد من الضغط على مرمى الخصم وتسجيل الأهداف. ومع صافرة النهاية انطلقت الأفراح داخل أسرة الماس. وعقب المباراة عقد الفريقان ندوة صحفية أكد خلالها عميد فريق موتيما بيمبي أنهم واجهوا فريقا منظما وقويا استحق الفوز. الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل والوصول إلى اللقب قطعها فريق المغرب الفاسي بنجاح بتأهله إلى دور نصف النهائي، حيث أربعة كبار يتقاسمون الحلم نفسه الظفر بكأس الكاف. ما احلى النجاح ولكن ما اصعب تحقيقه. جميل شاهدوا المغرب الفاسي والوداد في الدور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي، هذا ربح الكره الوطنيه. اعتقد بانه المغرب الفاسي قدم مباريات جميله، اعتقد الفريق اللي استحق بجداره واستحقاق لا بالجمهور ديالو ولكن مكونات كلها ديالو انه يكون ممثل الكره الوطنيه في الدور نصف النهائي. وبعد المناسبه كنهني فريق المغرب الفاسي وسي رشيد الطوسي على هذا المسار، وهذا المسار ماشي من دابا، هذا العمل كيبقى ديال تقريبا سنتين وهو مستمر وخاصه في التعاقدات. لانني من هذا المنبر كنوجه التحيه للسي رشيد الطوسي خاصه في واحد اللاعب اللي نشكره حتى انا كيعجبني بزاف هو الشطيبي. ان فريق كل لاعبين قدموا عروض طيبه، ما تقلقوش عنا، لا مش غيتقلقوا عنا، ولكن اللاعبين كيقدموا كنعرفهم كلهم كيلعبوا، ولكن هذا كان مميز ربح كبير للمغرب الفاسي. حتى اللاعب السنه الاولى مع فريق المغرب الفاسي، ولكن اللاعبين الاخرين كلهم كانوا ابناء المغرب الفاسي وحتى هما كيستحقوا التنويه، ولكن هذا اللاعب واحد السنه غادي فيها تبارك الله مزيانه والله يكمل عليه. نعم كيبان لكل اللاعبين قدموا عطاءات كبيره واللي خلات المغرب الفاسي يمثل الكره المغربيه في كاس الاتحاد الافريقي خلال الدور النصف النهائي. غنتابعوا ملخص من هذه المواجهه اللي عرفت فوز المغرب الفاسي ب3-0 على فريق موتيبا بيمبي من الكونغو الديمقراطيه، والمتابعه لياسر مربوح. الفرحه الصفراء اعلنت عن نفسها. المغرب الفاسي ضمن بطاقة العبور إلى دور النصف من نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. مواجهة اليوم لفريق موتيما بيمبي الكونغولي جاءت لتكرس هيمنة النمور على مجموعتهم. البداية سهلت بضغط كونغولي اعتمد في مجمله على التسديد لزعزعة استقرار شباك الحارس أنس الزنيتي. الرد كان فاسيا وكان قويا، تمريرة على المقاس رشيد الدحماني وارتماءة رأسية لحمزة برزوق تعطي هدف التقدم لأبناء المدينة العلمية، والنتيجة هدف دون مقابل. دقائق الشوط الأول لم تعرف الجديد واعترفت فقط بالحيطة والحذر دون أي رد فعل من لدن الفريق الكونغولي. الشوط الثاني كان احتفاليا بكل المقاييس، بداية من الجمهور المتميز للمغرب الفاسي مرورا عبر تعليمات القائد رشيد الطوسي وصولا إلى حركة بهلوانية من الكونغوليين كادت تشكل خطر، لكن الخطر هو الذي دق باب أبناء الكونغو عندما تقلص عددهم إلى 10 لاعبين بعد طرد اللاعب كاسونفو لحصوله على البطاقة الحمراء. لتتحرك بعدها آلة الفاسي لنسج خيوط محاولات أفرزت إحداها ضربة جزاء تكلف بتنفيذها شمس الدين الشطبية وتاني الأهداف للمأس. مسلسل التسجيل لم يقف هنا دون أن يدون الشاب محمد علي بامعمر اسمه في كشوفة الهدفين بتسجيل الهدف الثالث لفريق المغرب الفاسي. المغرب الفاسي في النصف وفرحة مستحقة
دون شك ستجعل مستقبل الفريق منيرا في استشراف قادم المنافسات للمقارعة على لقب نتمناه مرة أخرى بألوان مغربية. تقريبا الروح اللي لعبوا بها اللاعبين ديال المغرب الفاسي هي اللي خلات يعني الفريق المغرب الفاسي يحقق هاد النتائج. وبطبيعة الحال فالأداء المتميز والتركيز ديال جميع اللاعبين هو اللي خلى فريق المغرب الفاسي يستمر في هاد النتائج الإيجابية. أكيد أن المغرب الفاسي الآن بدا كيفكر في المباراة ديال الأربعاء المقبل، غتجمعوا أمام الرجاء اللي هي المباراة مؤجلة عند الدورة الثانية، أكيد غادي نتحتوا عليها في البطولة الاحترافية، وأعتقد أنه مباراة غتكون مباراة كبيرة للفريقين المغرب الفاسي لتأكيد النتائج الأخيرة والرجاء إن أراد العودة للمنافسة. وهذه فرصة لفريق الرجاء البيضاوي باش المصالح مع الجمهور، وفرصة لفريق المغرب الفاسي باش يزكي النتائج الإيجابية ديالو. أعتقد أنها تكون مباراة صعبة للطرفين. نعم، غادي نستمعوا الآن لبعض التصريحات عقب يعني نهاية المباراة وعقب التأهل ديال فريق المغرب الفاسي. استقت لنا الزميلة زينب الباري بعدسة هشام السعودي. في الحقيقة كنا متخوفين من المباراة، لأنه ملي كتلعب على مباراة تعادل أكيد بأنه كتبقى دائما في يعني في لا شعوري كتراجع للوراء، ولكن هذا الأسبوع اشتغلنا على أساس نديرو يعني الضغط على الخصم في المربع ديالو، وفي نفس الوقت نحاولوا نديرو هجومات سريعة ونسجلوا أهداف باش نكونوا مأمنين من أي مفاجأة، وهذاك الشيء اللي حصل. فاللاعبين كانوا مضبطين، وهنيئا للاعبين، وهنيئا للجمهور الفاسي، وهنيئا لكل مغاربة. تمكنا من انتصار الأغلبية ديال الماتشات بحيث أننا ما انهزمنا حتى شي مقابلة، كانت جنينة الثمار ديال المقابلات الاولى، كنظن اننا هذا مجهود ديال اللاعبين ومجهود ديال الطاقم التقني وهذا الجمهور هذا اللي شحال هذه الشاقه هذه الفرحه هذه، كنظن اننا كنهدي هذه الفرحه هذه ان شاء الله، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ولما لا الفوز بكاس الفضيه ان شاء الله. والماتش كان صعيب بحكم لا بريسيون اللي كانت علينا، اننا خصنا نقطه كوت كتخنا بواحد العزيمه اننا نحققوا ثلاثه النقاط وندوزوا عن جداره واستحقاق داك الشيء اللي تاتى لينا. تنشكر اللاعبين على الاداء الرجولي اللي قاموا به، كنشكر كذلك الطاقم التقني والطاقم الطبي اللي وهذا الجمهور هذا العريض اللي وقف بجنبنا، كنتمنى على الله ان يساعدنا الحظ في مقابلات جايين على جميع المنافسات ان شاء الله. قبل ما نطويو يعني الملف الخاص بكاس الاتحاد الافريقي، فقط نذكر بانه في المجموعه الاولى اسيكا بيجون تفوق على انتر كلوب 1-0 وفريق يونايتد من نيجيريا فانهزم امام النادي الافريقي 1-0. بالنسبه لنصف النهائي انتر كلوب الانغولي يستقبل فريق المغرب الفاسي في مباراه الذهاب، وسانشاين ستارز النيجيري اللي كان في مجموعه المغرب الفاسي يستقبل فريق النادي الافريقي.